أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. ورد سؤال في كتاب المتشابهات الجزء الثاني للسيد أحمد الحسن عليه السلام، روي عن الباقر عليه السلام ما معناه: لو شئت لنشرت التوحيد من الصمد. فما معنى هذا الحديث؟ وكيف ينشر التوحيد من الصمد؟ جاء جوابه عليه السلام: الصمد هو المقصود بالحوائج، وهو الممتلئ بالكمال، فلا ثغرة فيه. وإذا مرض الإنسان العاقل فمن يقصد غير الله المشافي، وإذا جاع أو عطش أو افتقر فمن يقصد غير الغني، وإذا جهل فمن يقصد غير العليم، وإذا غضب فمن يقصد غير الحليم، وإذا أراد سد نقصه من كل جهة فمن يقصد غير مصدر الكمال الذي لا ينقصه كثرة العطاء إلا كرما وجودا. فمن الصمد سبحانه يعرف العبد القاصد السير إلى الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الحليم والكريم والرؤوف والغفار والقادر والقهار والجبار والغني والعليم والحكيم، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى التي شاء أن يطلع عليها خلقه. فهو سبحانه وتعالى الصمد، أي المقصود بكل هذه الأسماء والصفات.